شوف الموضوع ده. يلا يا بسبس انتي وعزة. يا ماما ايه ده؟ ابني مين ده وبيعيط كده ليه؟ يا حرام، مرمي في الشارع كده. يا عيني، انا هاخده اخده جوه، هاخده عندي اشوفه ماله. لازم ياكل ويشرب ويغير هدوم، مش صعبان عليا. حرام. ايوه يا ماما، خدي معاكي، ده صعبان عليا خالص. يا عيني. ايه ده يا حنان؟ جايب الواد ده منين؟ ابني مين ده يا حنان؟ الاولاد لقوه في الشارع مرمي في الارض، حرام، معهوش حد ومش عارف يعمل ايه. خفت اسيبه لوحده في الشارع، القطط ولا الكلاب ياكلوه. جبته على طول علشان اغير له واشوف واكله واشوف عايز ايه. دي مسؤولية يا قناة. على العموم حميه وشطفيه كده واكليه، يمكن يهدى ويبطل عياط، وربنا يسهل ونلاقي امه وابوه. يا رب يا رب يا رب. يلا بقى يا ولاد، يلا على اوقاتكم، يلا تصبحوا على خير.